يأتي في الصحراء الغربية حالات الاختفاء القسري، أولها تعود إلى الحقبة الإسبانية، تحديدا في حالة سيد محمد بصيري الذي تم اختطافه يوم 18 يونيو 1970. أما بخصوص الحالات الاختفاء القسري التي وقعت في ظل الغزو المغربي، الهدف هو إبادة الصحراء من خلال اختطاف هذه الحالات، أغلبها من المدنيين العزل، فيهم بعض العناصر التي هي تنتمي إلى جبهة البوليساريو، ولكن الأغلبية هم نساء ورجال وأطفال تم اختطافهم لا لشيء إلا لكونهم صحراويين. هذه الخطة تمت بتسهيل من طرف السلطات الإسبانية التي سلمت ليس فقط الإقليم ولكن أيضا كل المعلومات المتعلقة بالسكان الصحراويين لسلطات الاحتلال المغربية. لم تعترف بحالات الاختفاء القسري إلا بعد تأسيس جمعية أولياء المعتقلين المفقودين الصحراويين، وكان ذلك يوم 20 أغسطس 1989، ولكن أيضا جاء نتيجة اكتشاف المخابئ السرية التي وقفت عليها بعض العائلات. قمنا آنذاك بطريقة سرية بإفادة صحفيين سويسريين للمنطقة والالتقاء بهؤلاء الناجون، وكان يعني هناك لأول مرة في مقالات تتحدث عن المفقودين الصحراويين خاصة في الصحافة السويسرية وصحيفة ليبرتي السويسرية. في السنة الموالية 2013 جمعية أولياء المعتقلين الصحراويين اكتشفت موقع فيه مقبرتين جماعيتين، بعد يعني مناشدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدور في استخراج جثث المفقودين. تعذر ذلك مع الأسف الشديد، ولكن قامت الجمعية بالاتصال بالخبير الباسكي المعروف فرانسيسكو تشيفريا غابيلوندو الذي وافق على قيام بالمهمة، وقمنا يعني بتسهيل كل الأمور حتى تمكننا في نفس السنة من معرفة هوية 8 من المفقودين الذين اختطفوا مع امرأة آنذاك في سنة 1976 يوم 12 فبراير، يعني لما كانت إسبانيا ما زالت موجودة في الإقليم. نحن مصممين كل التصميم إلى تمكين الصحراويين كباقي حالات الاختفاء القسري عبر العالم إلى تلك الحقوق المعترف بها، ولا هي وبهذا التدريج الحق في الحقيقة الكاملة ما جرى لكل مفقود، الحق في العدالة أن يقدم المسؤولون عن حالات الاختفاء القسري أمام العدالة، ويأتي التعويض، ولكن لن يكون هناك أي قبول بالتعويض إلا بمعرفتين هم المفقودين جثثهم. إذن كل هذه المعطيات تشجعنا ويشجعنا أكثر تصميم وإرادة كل عائلة من عائلات المفقودين بهذه المطالب حتى يعني تظهر الحقيقة كاملة.